السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. بقالي كتير ما دخلتش المطبخ وانت زعلت من الوصفات، قلت يا صدفه انت ما بتعملش وصفات زي الاول. طيب النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي، اول مره اعملها في القناه عندي، واللي هيعملها لي خالي الشيف جمعه. منور. ده نورك يا حاجه، صدفه وفرصه سعيده قوي. طبعا دي مش اول مره نتقابل مع بعض حبيبي، ربنا يخليك. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه تعجب الناس باذن الله. النهارده هنعمل بقى ايه؟ هنعمل كبسه على الطريقه السعوديه على اصولها باذن الله. بصوا يا جماعه، الكبسه زي ما اتعلمناها في السعوديه مش صفره، عشان بس بشوف قناه طلعنا ايه. لا. الكبسه السعوديه عاملها صفره فيها كركم وكاري وزعفران. لا، الكبسه مش صفره عموما، الكبسه بيبقى لونها احمر. الكبسه بيبقى لونها احمر من الطماطم، مش صفره خالص. كمان التوابل بتاعتها بتاخد حوالي 12 نوع توابل مع بعضيها، بتتضرب وتتخلط مع بعضيها. اهم حاجه فيها طبعا الليمون الناشف والقرفه العيدان والحبهان ورق اللورو والكمون والكزبره والفلفل وروزماري وزعتر وكركم، كل ده بيتضرب في بعضه كده في الكبه وايه وبيتصفى. طيب اهم حاجه هنعملها باللحمه الضاني النهارده. هنعملها باللحمه الضاني. اه نبتدي نشوف مقاديرنا الاول. مقاديرنا الاول هي اللحمه، ومعانا بصل مفروم بنفرمه ناعم وبعدين نعصره من الميه، بيبقى خالي من الميه تماما يعني. وطماطم مضروبه وشويه زيت وزبده وملح والتوابل بتاعتها. طبعا الرز ده رز ابو كاس. رز ابو كاس. خلي قاعد عايش في السعوديه كام سنه ما شاء الله. هنبدا دلوقتي، ممكن نحط ايه؟ تشتغلي انت ولا اشتغل انا؟ اشتغل انت. ماشي. هنحط معلقتين زيت بس كده، ايه، نشوح فيهم اللحمه الاول. هننزل باللحمه اول ما الزيت يسخن والحله تسخن. هي الحله تقريبا سخنت. سخنت. دلوقتي ايه، الحله سخنت والزيت سخن، هنبدا ننزل ايه باللحمه. طبعا اللحمه ضاني مقطعه بعضمها، فيها ريش، فيها لحمه رقبه. هنطلع باللحمه نطلعها نطلعها وبعدين ننزل مكانها بقى ايه بالبصل. اصلا هنشوحها بس تشويحه كده ايه خفيفه. ليه بقى؟ عشان لو اتحمرت في الاخر هتيجي تلاقيها اللحمه اسودت. شوحناها تشويحه كده، بس اهم حاجه النار تكون عاليه. ماشي كده، حط البصل بقى. نزود بس ايه بسم الله زيت. بسم الله. البصل برضه ما تتحمرش يعني، تتشوح بس كده، تتدبل يا دوبك كده ايه، يبقى لونها ايه داخلة على الدهن كده خفيف. انا المره دي بشوح اللحمه مع البصل. انت ممكن تحمري اللحمه الاول وتنزلي عليها بالبصل. انا بعمل كده بس كده علشان اللحمه كميتها كبيره، البصل مش هياخد حقه في البصل، عشان كده طلعتها عشان البصل ايه. لكن كده عادي بتحطهم مع بعض. شوح كده. متكلفين اهو يا جماعه وصارفين. زبدة وسمنة وبصل وزيت. لحمة ضاني. لحمة ضاني. ريش. ريش ورقبة. أنا بحب رقبة الفتة بتبقى حلوة. بصلة تتدبل بس يعني، مش لازم ايه تتحمر. لسه اللحمة هتستوي، نسلوها. طيب
بس كل على فكره يعني معظم الوصفات ليها كذا طريقه. اكيد في ناس بتعمل يعني في ناس بتخش في الفيديو يقول لك لا الطريقه دي غلط، تقول لك صح 100%. ليها كذا طريقه يا جماعه. يا جماعه المطبخ دلوقتي بقى اوبن، مجاله واسع اكتر، مجاله واسع وفي اكتر من طريقه لكل واحد بيعمل الحاجه اللي تناسبه. بس في حاجات اساسيه ما ينفعش في حاجات تغير. في حاجات ما تقدريش تغيريها. ممكن ندي بقى الطماطم ما نغلش في السوائل. بعد الطماطم ننزل بقى باللحمه معاهم. ماشي ايوه كده حلو قوي كده. بس طبعا حط بقى البهارات ولا الميه؟ لا هندي ميه الاول. بسم الله. لازم نغطي اللحمه بالميه. ده كده الميه اللي هتفيدها نسوي فيها الرز. لما تيجي تحط الرز ممكن تزوده ميه تاني على حسب بقى ما نشوف الميه. هندي بقى ايه التوابل اللي احنا قلناها. التوابل ديك احنا عاملينها هنا يا جماعه. معلقتين الكميه دي تاخد لها معلقتين، معلقتين ونص بالكتير. التوابل احنا هنا عاملينها ايه؟ قول لهم برضه التوابل دي عباره عن ايه؟ ما انا لسه قايل. قول تاني معلش. ليمون اللي هو اللومي. ايوه. حبهان، ورق لورو، روزماري، زعتر، قرفه، قرفه، كزبره، كمون، فلفل، كركم، ورق لورو، جنزبيل. هم 12 حاجه. انا كاتبهم على فكره عندي برده على الصفحه في صندوق الوصف الاكل. تمام. قناه خالي اسمها حكاوي مطبخنا مع الشيف جمعه. بصوا يا جماعه البهارات دي طبعا انتوا بتشتروها جاهزه من عند العطار. تبقى اكثرها كركم وصفرا. انا بقول لهم هم عايزين يعملوها، احنا قلنا لكم المقادير بتاعتها. اعملوها المقادير بتاعتها كله قد بعضه. يعني كل المقادير ديت كل حاجه قد التانية، تضربوها في مطحنه التوابل وكده بتطلع بالشكل ده، طعمها جميل جدا وبتدي التست الاصلي بتاع الكبسه. هنقفل عليها بقى ونسيبها ايه لما تستوي، هنضيف عليها الرز. اللحمه كده استوت اهي. ايوه صح كده. يعني نعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بقى هنملح. نحط الملح ونزود الزبده علشان بتاعه الرز. حوالي معلقتين ملح. بسم الله. حطهم كلهم على فكره هم لا 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 كتير عشان ما يطلعش منهم. مش كتير. معلقتين ونص حاجه زي كده بس. حلو طيب خلاص. بيدوب ايه برضه؟ طيب. حطهم انا بحطهم كلهم، ده انا خبره يا هيبقى مالح. يابا انا خبره احطهم كلهم. خلي الملح قليل. لا كلهم. لا اله الا الله. اسمعني بس اريح نفسي واقول لك ماشي. ليه يبقى ملح قليل احسن؟ نحط الرز. نحط بس حته الزبده، بقيه الزبده دي. بس هي السخنيه سيحتها كلها. نحط الرز بقى. بسم الله. رز ابو كاس ده اصلا بياخد ميه كتير. الرز الكيلو بيبقى 2 كيلو بعد السوق. بس كفايه كده. معلي النار عليه خليه يغلي. بعد ما يغلي بقى نوطي عليه ونسيبه يستوي زي الرز العادي. ايوه براحتك. ممكن تحط بقى فيه قرنين فلفل صحيح وممكن لا. احنا ممكن ياخد فلفل اخضر فعلا كده تقطعها اربع تربع وتحطها فيه. ماشي. انا ما بحبش طعم الفلفل فيها صراحه. مش كده نغطي بقى؟ لا مش هحط. لان انا ادوب طعم الملح. بعد ما تستوي بقى نولعها عشان تيجي نغرفها. شوف يا خالي شوف الغطا. يلا نبص بقى كده على الرز استوى بقى تمام التمام. نغرف. طب ناخد الحله هناك ونغرف بقى براحتنا. هناك ناكل. حته حلوه قوي. لا التوابل بتاعتها مظبوطه ما شاء الله. ده بقى لون الكبسه الحقيقي. الناس اللي بتعملها صفرا ده مش كبسه، مش علاقه بالكبسه. حمراء وردي لونها وردي. هي كده طماطم. تعرف ان ولا مره عملتها على القناه عندي. كفايه كده عشان نعرف نتعشى. ماشي. هنحطها هنا بقى.
كده احنا خلاص خلصنا، غرفنا طبق وحطينا عليه بيض مسلوق متحمر كده في الزيت جرنش مدحرج. ايوه بيض مدحرج. وهنبدا ندوق بقى، ايه رايك؟ ما عملتش دقوس معاه ليه؟ ايوه صح، دقوس. كنت عايزه حبه ملح كمان. قلت لك تهم. لا هي حلوه بالنسبه لي، الملح جميل. عارفه سنه ملح بقى اللي انت بتحطها ديت؟ لا بترسع في الزور كده. لا لا كل ملح ولا الاكل اذواق يا جماعه، زي ما قلت في ناس تحب ملح وقلل، ناس تحب ملح كده. الملح ولا افضل، لو عايزه تزود ملح تزود ملح. انا بقول لهم لو رحت مطعم لقيت الاكل فيه الملح فيه قليل، ده مش عيب لانه بيحط على الترابيزه ملاحه. في ناس ضغطها واطي ما بتحبش الملح، ضغطهم عالي ما بيحبوش الملح، ناس ما بتحبش الملح عموما. حلو قوي. يلا يا سيف. انا بقول كده برضه، انتوا جوعتونا اصلا. يعني احنا هناكل وانت تقف تتفرج علينا من ورا الكاميرا. انا كنت انت بص انت سبقتني، انت سبقتني بالكلام. فين بقى شوكولاتة ابو علي؟ طيب تمام. ايه الاخبار؟ يو اللحمه جميله. اللحمه يا جماعه بصوا دايبه، بصوا كانها زي الزبده بتدوب في البق كده. دي الكبسه الاصليه من مش صفا، تبقى حمراء. جربوها. قالوا لها ورد كده. زي كده. التوابل بتاعتها زي ما انا وريتكم كده. اسمعوا كلام الشيف جمعه. قولي كلمتين حلوين في حقي بقى. مش محتاج اقول يا خال، الناس كلها عارفه وشايفه. قناة مطبخنا حكام مطبخنا الشيف جمعه. بجد الكبسه فظيعه. يا ريت تشرفوني في القناه، انا عامل وصفات حلوه قوي. كبسه فظيعه فظيعه. القناه لسه جديده معايا وكده، وايه ودعمكم معايا يا جماعه، زي ما صدفه بتدعمني كده انا محتاج دعمكم انتوا كمان. طب يا جماعه لو في اي تعليق على التصوير اكتبوا لي في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم برضو في التصوير وكده، ويا رب دايما تكونوا بخير ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.